باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الصعود والسيد المسيح قعد من بعد القيامه مع التلاميذ 40 يوم. ال40 يوم دول كانوا تاسيس لكنيسه العهد الجديد، وكان ليها شويه اهداف. اول هدف منهم انه السيد المسيح يحقق للتلاميذ ويثبت لهم عن المسيا، مفهوم المسيا من منظور المسيح نفسه، على انه كان عندهم مفهوم للمسيا مختلف، وكان عندهم منظور للمسيا بطريقه مجتمعيه، وبالتالي كان لابد ان المسيح بعد قيامته يديهم مفهوم المسيح نفسه عن المسيا. وتاني حاجة بكل تأكيد كان لابد من إعلان وإثبات قيامته المقدسة، ويشرح ليهم عن الأمور المختصة بملكوت السماوات. الثلاث محاور دول كانوا محاور أساسية إنه التلاميذ يفهموا المفهوم المسيا من منظور إلهي، إثبات وتحقيق قيامة المسيح، تأسيس وشرح الأمور المختصة بملكوت السماوات، وبالتالي كان لابد أيضا أن هم يفهموا عن الخليقة الجديدة التي في المسيح يسوع، عشان هم يعني كانوا دايما شايفين المسيح اللي كان معاهم إله متأنس، شايفين معجزاته لكن مش فاهمين أعماق هذه الأمور، ولكن كان لابد أنه يظل معهم يفهمهم عن الخليقة الجديدة، عن نقل الإنسانية عموما من مفهوم العبودية إلى المحبة إلى البنوة. كان لابد أيضا للتلاميذ أن هم يمتلئوا بالقوة، فكان لابد أن السيد المسيح يظل معهم ويفهمهم معنى القوة الحقيقية التي يعطيها لهم، وإعلان وتأكيد لألوهية المسيح نفسه، أنه هو اللي اتكلم عنه الأنبياء والناموس، وهو الإله الذي تجسد من أجل خلاص البشرية. بمعنى أنه يبتدوا يفهموا الكلمة اللي السيد المسيح قالها، أنه أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. وبالتالي هنا حينما نحتفل بعيد الصعود، إنما نحتفل أيضا بالمسيح الذي صعد إلى السماوات، جلس عن يمين الآب وجذب إليه الجميع، فنحن نحتفل أيضا بالبركات التي يعطيها لنا المسيح من خلال اتحادنا به. وبالتالي أول هذه البركات نشوف أنه المسيح بيعلن لنا بتجسده وفدائه وقيامته عن تدبير الخلاص الإلهي، ولكن في نفس الوقت كان لابد أيضا بصعوده يبتدي يأسس بداية أزمنة الخلاص. يعني هو أعلن التدبير الخلاصي بالفداء، وأعلن تدبير هذا الخلاص للتلاميذ وفهمها لهم، لكن هنا ابتدى يديهم إعلان عن أزمنة الخلاص. أزمنة الخلاص هنا أنه تكميل القديسين، تكميل الشهادة للمسيح. فإذا كان تدبير الخلاص أعلنه الله من خلال إعلان التجسد والفداء والقيامة، كان لابد أن يعطي للكنيسة اللي أسسها، كنيسة العهد الجديد اللي أسسها في تلاميذه، أنه يبتدوا أزمنة إعلان الخلاص، أزمنة الخلاص اللي المسيح بيأسسها معاهم في كنيسة العهد الجديد. وهنا يبتدوا يفهموا أنه لابد من تكميل القديسين، يفهمهم عن أساس الشهادة اللي هو القيامة، وفي نفس الوقت غاية الشهادة أو الكرازة هي الإيمان بالمسيح. فبالتالي أزمنة الخلاص عشان تكميل الشهادة، تكميل الكرازة، أنه العالم كله يبتدي يفهم من خلال التلاميذ، أنه يفهمهم أن أساس الشهادة هو الاعتراف والإيمان بقيامة المسيح الإله المتجسد، وفي نفس الوقت الكرازة
والإيمان بيها. وعشان كده كان لابد من أن هم يقدروا يفهموا هذا الإعلان وعن تكميل أزمنة الخلاص. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الكلام ده قاله السيد المسيح لنيقوديموس، بس ما فهموش في وقتها. لكن دلوقتي بعد قيامة المسيح يبتدي يقدر يفهم أنه فعلا هو ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. وبعدين يكمل له بقى ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني إيه ابن الإنسان الذي هو في السماء؟ لأنه هو الذي تجسد، ومع ذلك هو هو بقي إلها، هو هو بقي إلها، صعد إلى السماء. كل إنسان، كل إنسان مخلوق من الأرض، مولود من الأرض، لابد أن يعود مرة أخرى إلى الأرض. فجميع البشر، جميع البشر أخذوا من الأرض ولكنهم يعودون مرة أخرى إلى الأرض. أما المسيح فهو من السماء، فلذلك كان لابد أن يعود مرة أخرى إلى السماء. الذي نزل من السماء والذي صعد إلى السماء. عشان كده كان لابد أيضا من إعلان ليهم، إعلان تدبير سلطان وقيادة الكنيسة. كان لابد أن هم يعرفوا ده، أن هناك تدبير للسلطان اللي ربنا اداه لهم. عشان كده السيد المسيح قال لتلاميذه أول ما ظهر لهم بعد القيامة: قد دفع إلي كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض. وبالتالي هو كان بيديهم بقى هذا السلطان: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أمين. هنا السيد المسيح بيظهر لتلاميذه بيديهم إعلان واضح أنه قد دفع إلي كل سلطان، وبذلك من هذا السلطان، من خلال هذا السلطان إحنا بنبتدي أزمنة الخلاص، إعلان شهادة المسيح، إعلان عن إيماننا في المسيح الإله المتجسد، ويبتدي هنا يكرزوا به. فبالتالي بيكرزوا من خلال هذا السلطان الذي أعلنه المسيح لهم. وبالتالي إعلان السلطان بيعطيه لتلاميذه: فاذهبوا وعلموا. من خلال مفاعيل هذا السلطان: قد دفع إلي كل سلطان مما في السماء ومما على الأرض، فاذهبوا. وبالتالي من خلال هذا السلطان التلاميذ يذهبوا. صعود السيد المسيح إلى السماوات تأكيد لهذا السلطان الذي أعلنه لهم. بالتالي كان لابد أيضا للمسيح أنه يعلن مواهب يعطيها لتلاميذه، يعطيها للمؤمنين باسمه. وهذه المواهب بولس الرسول عبر عنها في رسالته لأفسس بطريقة جميلة قوي، وقال إيه؟ الصعد إلى العلا، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، لكي يملأ الكل. وهنا بنلاقي أن الذي نزل هو الإله الابن الذي تجسد. فبالتالي هنا بيشرح لنا التجسد، هو نزل إلى الأرض وإذ أخذ صورة الإنسان، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. وبالتالي هو الذي نزل، نزل أيضا بعد الصلب إلى أقسام الأرض السفلى، أي نزل إلى الجحيم وسبى سبيا وأخرج الذين ماتوا على رجاء. لأنه كل البشر من آدم إلى صلب المسيح كانوا يسبون إلى الجحيم، وعشان كده السيد المسيح نزل إلى أقسام الأرض السفلى إلى الجحيم، وحرر آدم وبنيه الذين ماتوا على الرجاء. وبالتالي هنا صعد إلى السموات، صعد ونحن فيه، ونحن فيه نصعد معه ويجلسنا معه في السماويات. عشان كده كان أعطى الناس عطايا، أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أن يكونوا مبشرين، والبعض أن يكونوا رعاة،
وده هذه العطايا اللي صعد لكي يكمل القديسين، عشان كده اربطها مع تكميل أزمنة الخلاص. وبالتالي أعطى الناس عطايا لأجل تكميل القديسين، لأجل عمل الخدمة، لأجل بنيان جسد المسيح. وبالتالي هنا السيد المسيح أعطى عطايا لأنه هو الذي نزل، هو الذي صعد، أعطى الناس عطايا من أجل تكميل القديسين، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان، معرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. ده عطايا عظيمة جدا ربنا بيديها لنا من أجل أن احنا يمكننا، يعني الله يريد أن يمكن أولاده المؤمنين باسمه لكي يبتدوا أن هم يكملوا أزمنة الخلاص، إعلان شهادة يسوع المسيح، إعلان الإيمان بكياننا في المسيح. صعد المسيح وجلس عن يمين أبيه، تكميل استعلان يسوع المسيح بواسطة الكنيسة. وبالتالي تدبير السلطان، القصد الإلهي كان لابد أن يتم فينا. القصد الإلهي واضح جدا، ولكن كان لابد أن هذا القصد الإلهي يتم فينا. عشان كده القديس بولس الرسول لما بيعبر عنه في رسالته إلى أفسس يقول لنا إيه؟ مستنير عيون أذهانكم ولتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هو عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته التي عمل في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وهنا معلمنا بولس الرسول بيحطها لنا بطريقة جميلة جدا، رأس للكنيسة، جسد المسيح المنظور، سلطان وتكميل قصد الله فينا، وجلوس عن يمين الآب رمز للقوة والسلطان الممنوح من خلال المسيح نفسه، من خلال اتحادنا بالمسيح ليكون هو الرأس، هو المدبر، هو تدبير أزمنة الخلاص. والكنيسة هي جسد المسيح، يعني معنى كده أن الكنيسة من خلال فكر أن المسيح صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه علشان تكميل أزمنة القديسين لكي يكمل كل القديسين هذا الزمان، لنكون نحن فيه، هو الرأس المدبر، هو الرأس الذي يقود الكنيسة، هو الرأس الذي يقود خلاصنا، ونحن أعضاء جسده، وبالتالي هذه الأعضاء تعمل حسب إرادة الله. وبالتالي هنا الكنيسة التي تشعر بمفاعيل الصعود وجلوس المسيح عن يمين الآب يعطيها قوة، وبالتالي هذه القوة الممنوحة للكنيسة تعطي هذه الكنيسة إدراك لقصد الله فيها، وبالتالي تتمم إرادة الله الفاعلة فيها. وبالتالي هنا تفهم الكنيسة قصد مفهوم الإرادة، مفهوم إرادة الله، لأنه هو الرأس ونحن الأعضاء، هو المسيح رأس الكنيسة، وبالتالي جميعنا كأعضاء جسده نحن فيهم. وبالتالي في إرادة الله الفاعلة النافذة وهي تدبير الخلاص، ولكن أيضا في إرادة لله مربوطة بالوصية. والكنيسة هنا بخضوعها لهذا الرأس الذي هو المسيح تدرك معنى أهمية تنفيذ الوصية، فتدرك إرادة الله. أما إذا أولاد الله سمعوا الوصية وما فهموش إرادة الله وما نفذوش الوصية بفرح، فبالتالي ما بيقدروش يفهموا إرادة الله الصالحة. عشان كده مهم جدا أن الكنيسة تدرك أن حياتها هي
في إدراك إرادة الرأس، فكر الرأس الذي هو فكر المسيح. بالتالي هنا صعود المسيح أيضا مهد للمؤمنين باسمه الدخول إلى الأحضان الأبوية، الأحضان الآب السماوي. دخل المسيح إلى الأقداس كسابق لأجلنا. بولس الرسول يعلمنا كده في رسالته للعبرانيين، يقول الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة، تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل المسيح كسابق لأجلنا. العجيب أن بولس الرسول هنا عشان يعبر عن فكرة أن المسيح دخل إلى قدس الأقداس كسابق، يعني واحد هو اللي دخل الأول وإحنا كلنا وراه، واستخدم تعبير جميل قوي كمرساه، يعني وكأنه بيدينا شكل المركب اللي في البحر، وبعدين القائد هذا المركب يرمي الهلب بتاعها علشان يمسك في الشاطئ، علشان يكون هو ده المرساه ويكون هو الرابط وبالتالي يجذب إليه الجميع. وده بيعبر لنا بنفس الطريقة السيد المسيح اللي قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، وكأنه المسيح كمرساه دخل أولا إلى قدس الأقداس وجذب إليه الجميع. وإذ نحن فيه بتجسده، إذ نحن فيه بتجسده وبقيامته ندخل أيضا معه فيه علشان ندخل إلى قدس الأقداس. عشان كده عبر عنها بطريقة جميلة، عبر عنها كمرساه وعبر عنها أيضا أنه كسابق لأجلنا. تخيل أن المسيح يدخل أولا وبعدين نحن فيه، وندخل وهو يجذبنا إليه، يجذبنا إليه لأنه هو الإله الذي نحن فيه يكون حياتنا، وبالتالي حياتنا تكون فيه. لكي ونحن فيه يعمل أيضا كوسيط يحملنا فيه بدمه وجسده. عشان كده نكمل بولس الرسول أيضا في رسالته للعبرانيين هذا التعبير الجميل، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة، خلي بالك كده هنا من كلمة الثقة، إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. طب جايبين منين احنا الثقة بالدخول إلى الأقداس دي؟ ده احنا كنا مرفوضين وبعيد وليس رعوية الله أبدا، ولكن في المسيح بقى لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، اللي هو طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. يعني إذ هو في جسده حملنا في جسده جسد إنسانيتنا، فأخذنا نحن فيه في جسده، وإذ هو الذي فتح لنا الطريق كرس لنا الحديث، ففتح لنا الحجاب، أصبح الحجاب اللي كان يمنع أصبح هذا الحجاب هو الذي يمهد لنا الطريق مفتوحا إلى الأحضان الأبوية. فبالتالي نقدر ندخل بثقة، ندخل بثقة إلى الأقداس بسبب أننا في جسده، يحملنا في جسده وبدمه الذي هو فداؤه. بالتالي هنا السيد المسيح بصعوده بيعلن لنا أن هذا هو التدبير الأساسي اللي كان موجود، يكون لنا شفيع كفارة، شفاعة كفارية دائمة، شفاعة كفارية دائما من أجل أننا جميعنا في كل البشر في كل العالم إن آمنوا باسمه يكون لهم خلاصا أبديا، وبالتالي تكميل أزمنة الخلاص. وبالتالي جلوس المسيح عن يمين الآب يحمل الشفاعة الكفارية، حتى إنه الشيطان الذي يريد أن يشتكي ضد أولاد الله لا يكون له شكاية أبد، لا يكون له فرصة. يعني عدو الخير دائما يشتكي ضد أولاد الله، وبالتالي هنا بولس الرسول عبر لنا عنها أنه فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، إذا كنا إحنا في المسيح، إذا كنا إحنا في المسيح، إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بدله من أجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟
ويكمل بولس الرسول كده: فمن سيشتكي على مختاري الله؟ لا توجد شهادة ولا توجد شكاية أبدا ضد أولاد الله. الله هو الذي يبرر، خلي بالك، الله هو الذي يبرر، الله الابن الذي مات من أجلنا وحملنا فيه هو يبررنا. فمن سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ الديان العادل هو المسيح الابن الإله الذي تجسد من أجلنا وحملنا فيه. الله المسيح هو الذي يدين، الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ومجيد، وهو يعين ضعفنا. والمسيح يشفع، الإله الابن يشفع فينا أيضا. وخلي بالك، فالثالوث القدوس، الثالوث القدوس هو بإرادة واحدة يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أمر جميل جدا أن الإنسان يشعر أن المسيح صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبيه الصالح. ليه؟ أجلسنا معه في السماويات. فالمسيح بالتجسد صار معنا، الله معنا. المسيح بالفداء إعلان عن محبة الله. والمسيح بالتبرير فض شكاية العدو. والمسيح إذ هو الديان العادل يخلي الإنسان يقول إيه؟ لا شيء بالدينونة الآن على الذين في المسيح يسوع السالكين حسب الروح وليس حسب الجسد. وبالتالي هنا كان أيضا الصعود إعلان وإظهار المجيء الثاني. هو الذي صعد جلس عن يمين الآب، وعشان كده الملاكين اللي وقفوا وحضروا الصعود مع التلاميذ قالوا للتلاميذ كده: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهنا بيحط لنا الصورة مكتملة، الذي صعد هو الذي أيضا سيأتي في مجده ومجد أبيه ويدين الأحياء والأموات. لأنه ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما صنع بالجسد إن كان خيرا أم شرا. وبالتالي من صعود الابن إلى مجيء هو الثاني فترة، الفترة هي دي هي فترة تكميل القديسين، تكميل القديسين. عشان كده يوحنا الرائي لما شاف الختم الخامس قال كده ايه: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، فأعطي كل واحدا ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيدين أن يقتلوا مثلهم. فترة تكميل القديسين وأولاد الله القديسين لهم دور أساسي. عشان كده نحن منتظرين يوم الرب، بس منتظرينه بإيه؟ منتظرينه بفرح. عشان كده منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. أمين، تعال أيها الرب يسوع، نحن في انتظار. وبالتالي هنا الذين يفرحون هم الذين يحيون في المسيح، الذين يفرحون هم الذين يحيون بهذه الإرادة الحرة التي لأولاد الله. وكما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. دي قالها لنا بطرس الرسول. وفي نفس الوقت يوحنا الحبيب بيكلمنا أيضا عن أنه الآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا الثقة ولا نخجل منه في مجيئه. ده دور لينا، احنا منتظرين، احنا نعمل إرادته لكي لا نخجل أبدا، ولكي نعلم أنه إذا أظهر
نكون مثله. عشان كده كما أكمل المسيح الفداء على الصليب، الكنيسة لها دور، أن الكنيسة لابد أن تكمل أزمنة الشهادة، أزمنة الشهادة بإعلان قيامة المسيح، بالكرازة باسمه، بالحياة في اسمه، بالحياة فيه، بانتظار يوم الرب، وبالتالي تعمل من أجل خلاص العالم، من أجل خلاص كل إنسان، من أجل تكميل القديسين بعمل روح الله القدوس فينا. ولأجل أن جميعنا نحيا في مرحلة تكميل القديسين، تدبير أزمنة الخلاص، جميعنا لابد من إدراك أن المسيح بصعوده وجلوسه عن يمين الله الآب أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. وبالتالي إذا كان هو أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، فبالتالي سيرتنا نحن هي في السماوات. وبالتالي يثبتكم ويثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله إلى مجيء يوم ربنا يسوع المسيح مع جميع القديسين. خلي بالك في العالم إذا ما كانش عندنا فكر أننا في المسيح أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات وحياتنا في السماء، هتبص تلاقي حياتنا يحصل فيه كتير من الأوقات تشتت لتوجهاتنا، تشتت كتير جدا في العالم. عشان كده الذين يحيون في المسيح بإرادة المسيح، بإرادة فكر المسيح، بالتالي بيحسوا أنه العالم بيصغر أمامهم، لأن حياتنا هي في السماويات. وبالتالي صعود السيد المسيح وجلوسه عن يمين الله الآب ينعكس على حياتنا، علشان عينينا تترفع إلى السماويات. عشان كده استفانوس رئيس الشمامسة كانوا يرجموه، ولكن عينيه كانت شاخصة إلى السماوات، وهنا رأى إيه؟ رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. هو ده بقى الفكر اللي المفروض كل الكنيسة بتحيا فيه، أننا أقامنا معه في السماويات. عشان كده الإنسان اللي بيعيش بده اللي يغلب، يعطينا الغلبة، يعطينا الغلبة على الحياة كلها، على كل أنواع الشر. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. تخيل المسيح صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبيه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. بيقول لنا كده كما غلبت أنا. طب من يغلب؟ طب إحنا هنغلب إزاي؟ هنغلب بالمسيح، هنغلب في المسيح، هنغلب بقوة المسيح التي فينا، لأننا لا نستطيع أن نغلب بأنفسنا، نغلب ونحن فيه، نغلب لأنه أقامنا معه في السماويات وأجلسنا معه في السماويات. هذه الغلبة التي لنا، الثقة الذي به لنا جراءة، ثقة اللي بيها في لينا احنا جراءة وقدوم أمام الله بإيمانه. فإحنا نثق في هذه القدرة التي لنا في المسيح. بدون المسيح ليس لنا قدرة، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بس الجمال كله بقى اللي ربنا بيحطنا إيه؟ بيحطنا ويقول لنا من يغلب فسأجعله يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. أية محبة أعطانا الله الآب أن نكون أولاده محبوبين، يجلسنا معه في السماويات، يجلسنا معه في عرشه. عشان كده لو حبينا نحط صورة للفرحة اللي بفكر الصعود، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبيه الصالح، أجلسنا معه في السماويات، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. الفرحة دي عبر عنها بولس الرسول بطريقة جميلة جدا. قال لنا إيه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ يعني العالم ده كله بقى ولا له أي سلطان علينا، ليس له سلطان علينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟
أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، إيه ده؟ كل دول ليس لهم سلطان علينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ كما هو مكتوب أننا نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن بقى، شوف بقى الإيقان، شوف الثقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هي دي الفرحة الأساسية، احتفالنا بصعود المسيح، احتفالنا بهذا الصعود الإلهي، هو احتفال إدراكنا لهذه النعمة. هو الذي صعد إلى السماوات، هو الذي ارتفع ليجذبنا إليه، وإذ نحن فيه أقامنا معه وأجلسنا في السماويات. فيا لهذه الكرامة وهذه النعمة التي نحن فيها أن نكون معه فيه إلى الأبد. فلنفرح بهذا العيد لأنه عيد قيامتنا وعيد فرحة لكل إنسان يحيا في المسيح. ومن هنا يبتدي كل مسيحي يدرك أزمنة الخلاص. نحن أيضا مدعوين أن نثبت في المسيح، يثبتنا ويمكننا ويقوينا من أجل أن نثبت فيه، لأننا له فيه معه نعمل من أجل اسمه لأجل تكميل القديسين. ربنا يديكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.